هجيب لك ابو ناهيه. انا اول ما شفت الجماعه بتاع برشلونه نيوز بيتكلموا على الاداء اللي بيقدمه جافي والعظمه اللي بيقدمها بوسكيتس والثبات اللي عليه ايريك جارسيا والمنتخب الفرنسي بيقدم سيمفونيه جميله قدام منتخب ايطاليا، قلت بس طالما العالم النحس دول ركزوا مع المنتخب الاسباني، المنتخب الاسباني مش هيشوف نور. غير كده المنتخب الاسباني عنده مشكلتين جوه الملعب، مشكله حارس المرمى اوناي سيمون، هو لعيب كويس برجله وبيعرف ان هو يطلع بالكره من تحت كويس، بس هو حارس مرمى سيء. وعنده مشكله ثانيه في الشق الهجومي، ان المنتخب الاسباني محتاج سترايكر حقيقي، والمنتخب الاسباني ما عندوش حد يقدر ان هو يستغل نص فرصه، ما عندوش حد. ديفيد فيا حتى موراتا مش موجود، ما يلعبوا بوريزابال علشان خاطر اوريزابال لعيب خط نص عنده خصائص هجوميه، فنلعب بيه فيرويد. وفيرن توريس موجود على الطرف، وفيرن توريس ندخله لجوه، واي افتكاسه من بتاع بيب جوارديولا تحل لنا مشكله اللعيب الفيرويد. طيب ده كافي انك تكسب منتخب زي المنتخب الفرنسي؟ والله هو حاجه صعبه. ليه حاجه صعبه؟ لان كلنا عارفين دي ديشامب، دي ديشامب مدير فني رخم، اول ما بيخسر اي بطوله بيقرر يلعب بطريقه دفاعيه البطوله اللي بعديها على طول، ويخسر بطوله يقرر يلعب بطريقه دفاعيه اكتر من الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها. يعني اليورو اللي فات لما كلنا شفنا المنتخب، لا اليورو اللي قبل اللي فات اسف، المنتخب الفرنسي لما خسر جه لعب كاس عالم بطريقه نوعا ما ما عجبتش المتابعين للمنتخب الفرنسي، وقالت لك فرنسا خدت كاس العالم بس ما قدمتش كوره ب 2 جنيه. بعد كده لعب اليورو اللي فات وخسر قدام سويسرا بضربات الجزاء، فقرر ان هو هيجي يبيد على المنتخب البلجيكي، وكمان هيرخم على المنتخب الاسباني النهارده، وهيلعب بثلاثه تحت واربعه قدامهم، وانطوان جريزمان تحت كريم بنزيما وامبابي. الله عليك يا معلم. الكره الجميله، لا يا باشا الكره الجميله دي تروح تتفرج عليها في السيرك. طب الكره الحلوه والعناصر اللي عندك يخليك تلعب كره، الكرة الجميلة دي بتروح تتفرج عليها في السيرك، والناس اللي بتلعب كرة جميلة دي ما يهمنيش قفا اي حاجة. ده مبدأ دي ديشامب. اهم حاجة ايه؟ انا بطل كاس العالم، انا دلوقتي بطل امم اوروبا. عايزين اي حاجة تانية يا جماعة؟ محدش هيذكر ان انا في المباراة بتاعة نهائي الامم الاوروبية اللي هي مفترض ان هي بطولة ودية كنت بلعب بثلاثة اربعة واحد اتنين، والثلاثة اربعة واحد اتنين جول كوندي، وكان قدامه بافارد، والناحية التانية كان بيبي، وقدامه تي هرنانديز، وبيلعب بفران، وقدام فران بول بوبا، ولاعيب زي تسوميني. بص هو ارون تسوميني ده يعني اول مره بصراحه اشوفه النهارده. جريزمان كالعاده، هو بص هو جريزمان ده جريزمان كده كده يعني السنتين بتاع ثلاث سنين بتاع برشلونه نصوا الكوره اساسا، فانطوان جريزمان كان سيء. وطبعا اسبانيا بتلعب اون سايد جيم والكوره الجميله، والناحيه الثانيه بينزل يعمل عليهم ضغط عالي، وانتوا امتلكوا الكوره زي ما انتوا، انا ما بحبش الكوره اساسا، خدوها براحتكم وابداوا لعبكم وانا هلعب عليكم ضغط عالي، وكده كده ان شاء الله هتغلطوا. انريكي الناحيه الثانيه قال له بص انا هلعب ببدري وهلعب سيرجيو بوسكيتس علشان خاطر يعني ما نطيرش قوي لعيبه خط النص، وجافي هو اللي يعمل الادوار الهجوميه، وهيميل شويه على فيرن توريس، والناحيه الثانيه بابلو سارابيا وماركوس الونسو هم اللي هيشيلوا الجبهه دي، ومش عايز اي حاجه من رودري في المساهمات الهجوميه. تمام تمام. الفرقه قدمت اداء كويس، كان ناقص استغلال الفرص. شوط اول كان كويس جدا كريتم لعب، بس ما كانش فيه فرص كتير. الشوط الثاني شفنا اثاره وحماس وابداع وامتاع ومباراه جميله كما توقعنا، بس من جانب المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني كان بيحاول يسجل، ربنا كرم اوريزابال وجاب واحده، قبلها كان في شويه خطوره المنتخب الفرنسي عن طريق امبابي وعن طريق كريم بنزيما اللي بيقدم واحده من افضل مستويات لي من يوم ما لعب كوره. انا ما شفتش كريم بنزيما بالمستوى العظيم جدا 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 اللي عليه ده من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. كريم بنزيما عمل ثلاث سنين من احلى سنوات عمر كريم بنزيما بصراحه. كريم بنزيما زي ما رفض الخساره قدام بلجيكا وراح لافف كده واحده في الدخل وحطها، النهارده المنتخب الاسباني في عز ما اوريزابال سجل الهدف الاول من اسيست ما بيجيش غير كل خمس سنين من بوسكيتس، ربنا كرم بنزيما وقال له خد انت ما عندكش جون صح، وراح عاطي لهم واحده ارتو عالميه اوناي سيمون طلعها في مرماه، فاللي هو الله حلو الجمال والابداع ده. نسكت بقى على كده؟ لا ما نسكتش على كده. المنتخب الفرنسي قرر ان هو يا جماعه ما تيجي نهاجم شويه، المنتخب الاسباني لابورتو وايريك جارسيا عندهم مشاكل دفاعيه. طب تمام، وربنا كرمنا وسجلنا الهدف الثاني. الله عليك يا امبابي، شفت الاسيست باشا؟ بس دي اوف سايد. اوف سايد ايه؟ في فار موجود وفي حكم محترم موجود. طب والله اوف سايد. لا في فار ما مالناش دعوه بالكلام. طب يمكن خبطت في ايريك جارسيا وهو حول اللعبه. طب حتى لو خبطت في ايريك جارسيا الكره اوف سايد، كرة اوف سايد على فكره، يعني الجون اوف سايد. لا مالناش دعوه، المهم ايه اللي حصل؟ 2-1 لفرنسا، وتبا لك يا انريكي، وخلي لعيبه برشلونه تنفعك، ولو جبت حتى من الريال كان ربنا كرمك وطلعت كسبان. يا جماعه الكوره اوف سايد، يا جماعه الكوره اوف سايد. انريكي خسران بفضيحه، انريكي عمل مباراه وان سايد جيم على منتخب فرنسا بطل كاس العالم. لا لا مالناش دعوه بالكلام الفاضي ده، مين اللي طلع كسبان؟ منتخب فرنسا. الله، يعني انتوا كلكم بتساندوا النظريه بتاعت
ولجنة ديشامب ان الكره الجميله دي تروح تتفرج عليها في السيرك. والله عندكم حق بصراحه، ما هو الراجل يعني واخد دلوقتي كاس عالم، واخد امم اوروبا، وفعلا الكره الجميله شكلها كده نهايتها في السيرك. تبا لاحلام البسطاء والله، وتبا لدي ديشامب، وتبا للحكام، وتبا للفرق اللي تكسب بتسللات، وتبا لك عزيزي اللي لم يعجبك الفيديو، وتبا لكل واحد بيقول ان انا بطبل لحد عشان خاطر يعمل اشتراكات، لان الحمد لله رب العالمين الوحيد اليوتيوبر اللي بكسبش من اليوتيوب، ما تعرفش ازاي.